متى تزل الأقدام؟ عند ضلال الأفهام، عند ضلال الأفهام. فأنا أترك فهمي وتترك فهمك لفهم سلف الأمة، لفهم سلف الأمة، وأترك رأيي وتترك رأيك لآراء الكبار وذوي السابقة. لا ندعي العصمة لهم، ولكنهم أقرب منا إلى الصواب وأعرف منا بموارد السنة والكتاب. وإن كان هناك من شيء فليكن على مائدة الآداب نقاش من غير عتاب، نقاش ومحاورة من غير عتاب أو شتام أو سباب. أطرق الباب وقل: يا شيخ، قلت أو حصل منك أو سمعتك أو عندي شيء في ذهني أو أرى، ناقش، حاور، ما هناك مانع. صدور علمائنا مفتوحة ومكاتبهم مفتوحة لكل من يحب المعرفة ويرتاد العلم، لا تغلق إلا أمام متعنت أو أمام شذاذ الآراء، فهؤلاء ليس لهم إلا درة عمرية. أختم بها، وهي كما جاء في عند معمر بن راشد رحمه الله أن رجلا عراقيا وقيل نجديا كان سيدا في قومه، وكان كما يبدو ذكيا، فأتى المدينة وعنده إشكالات كثيرة في رأسه، يبحث عن متشابه القرآن، فسمع به عمر، فلما لقيه عرفه، قال: عمر، من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ، أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: ائتوني، ائتوني بالعراجين، اعطوني عراجين النخل. فأعطوه، فأخذ عمر رضي الله عنه بتلك العراجين وأهوى على رأسه، ضربه حتى أدمه، حتى قال: لقد شفيت يا أمير المؤمنين، لقد شفيت، ما بقي في رأسي أي علة، بخير الآن الحمد لله، ولا بقي مرض الآن، بخير، شفيت يا أمير المؤمنين. ثم قال عمر: احملوه، احملوه على جمل واذهبوا به إلى قومه، ويكون على الجمل يعني يركب بالمقلوب تعزير له، وليذهب وليخطب في قومه وليقل: أراد صبيغ العلم فأخطأ الطريق. صبيغ أراد أن يتعلم لكن أخطأ طريق التعلم، فلقي ما لقي. هذا الدرس وتلك العراجين من عمر نفعت صبيغا، نفعته. لما ظهر هؤلاء الذين ظلت أفهامهم وزلت أقدامهم دعوه وقالوا: يا صبيغ، إن نريدك أن تكون معنا وأن نرئسك، يعني أنت مؤهل لأن تكون رئيس فينا، معروف سيد أنت. قال لهم: لا، لقد انتفعت بنصيحة العبد الصالح عمر، لقد انتفعت، نعم، بنصيحة وعراجين عمر، تلك أعطتني درس الحياة كلها. فلذلك بعض الشباب يحتاج إلى عرجون، يحتاج إلى درة، يحتاج إلى أدبيات، وإن كان ذكيا لكن الذكاء إذا توقد لا بد أن يحافظ عليه، لا أن يترك حتى يحترق صاحبه. كم من ذكي يحترق بشموع ذكائه، وكم من ذكي يحترق في مواقف ذكائه. فليست العبرة بالذكاء، العبرة بالذكاء مع الزكاء. ذكاء من غير الزكاء لا ينفع، ذكاء مع زكاء نافع. وكيف نزكي أنفسنا؟ كيف نزكيها؟ تزكية علمية، تزكية تربوية، تعبدية.